هيا يا بلبلة، ماذا يقلد بينون؟ أنت بارعة في هذه اللعبة. بلبلة؟ سكويك سكويك. آه، يقلد الفأر. نعم، أحسنت يا بلبلة، دورك الآن. تقلدين الطيور. هذا أمر سهل. ماذا تفعل هذه الطيور؟ هذه الطيور تهاجر كما تفعل جميع الطيور. تهاجر؟ الهجرة هي أن نرحل نحن الطيور إلى مكان دافئ وبعيد، إلى الشواطئ البديعة والبحار الجميلة. نلعب فوق الرمال ونأكل الفاكهة من على الشجر. إن هذا رائع حقاً. رائع. أخبرينا المزيد. انظروا، إنها صديقتي. يوهو. لما لا نهاجر جميعاً؟ لأننا لسنا طيوراً، هي وحدها تهاجر. ماذا أفعل؟ أحب أن أهاجر، لكني أحب أصدقائي. تماماً. كل شيء جاهز؟ نعم. هيا لنبدأ الخطة الآن. برنامج العطلة. ها أنت ذا يا بلبلة. هيا توجهي إلى الطائرة. ماذا؟ وصديقتي ستهاجر في الطائرة معي؟ لا، بل وحدك على متن خطوط كرز الجوية. تفضلي يا آنستي. إلى أين؟ مفاجأة. الآن اربطي حزام الأمان استعداداً للإقلاع. استعدي يا بلبلة، سنهبط في المطار. ولكن هذا هو الملعب، آتي إلى هنا كل يوم. اليوم ليس ككل يوم. انظري حولك. شاطئ بلبلة يرحب بك. واو، إنه أجمل شاطئ رأيته. عفوا يا بلبلة، خطأ غير مقصود. انظري، وقت العصير البارد. شكرا لك يا رومبا، أقصد النادل رومبا. آسف. لا، أنا آسفة يا بلبلة. رجاءً استلقي هنا الآن، بينما سنحضر لك كوب عصير. هذا لطيف. لطيف للغاية. هو هل لينا دلو غسيلك. أعطينا لكي نغسل ريش بلبولة. بينون، بلبلة. بلبلة. تفضلي يا بلبلة. إنها بخير. ليس هذا ما اتفقنا عليه أبدا. علينا الإسراع في عمل شيء، وإلا سنفقد بلبلة للأبد. أعتذر لأني أفلتك من الأرجوحة. هل أنت بخير يا بلبلة؟ نعم بخير. أعني الدنيا تدور، جميعكم تدورون. العصير سيساعدك. شكرا، سأجلس هنا قليلا. لكن العطلة لم تنتهي بعد. لم تنتهي؟
ابقي جالسة ولا تفكي حزام الأمان، سنتابع عطلتنا الآن. انظري إلى يمينك بيت المرح حيث نعيش مغامرات مذهلة. هل من مكان جديد؟ هل وصلنا؟ سوف نصل بعد دفعها إلى التلة. إنها ثقيلة جدا. مهلا، سأساعدك. هنا يمكنك أكل الفاكهة الطازجة. روزي ساعدوني ساعدوني. بلبلة، هل أنت بخير؟ آسفون على هذه الرحلة الوعرة، كانت مريحة. هيا يا بلبلة، وقت الرحيل. لقد رحلت. وداعا يا بلبلة. لن تعود حياتنا مرحة كما كانت. لن تكون ملونة أو سحرية. هذا مؤسف ومؤلم. ليس باليد حيلة. إنها أنا بلبلة. اعتقدنا أنك هاجرتي. أهاجر وأترك كل هذا؟ أين سأعيش مغامرات جميلة مع أصدقاء مثلكم؟ لا أريد أن أرحل إلى مكان آخر. هنا عالمي وأفضل مكان أهاجر إليه، صحيح يا أصدقائي؟ دعوتها لزيارة شاطئ بلبلة. تفضلي يا طيور، أهلا بك. هذه هي بلبلة. أريد منكما أن تجهزا مسرحاً كبيراً للاستعراض المدهش الرائع. كبير كيف؟ كبير. أنا نجمة كبيرة جداً وأحتاج مسرحاً كبيراً. إلى الفضاء يا ريشات. والآن ما رأيكم؟ نعم، أحسنتم جميعا. فعلا بداية جيدة. فاشلة جدا. لست مضطرة لسماع هذا. قد تصبح ممتازة إن عملتم معا. هذه تكفي، سيكون لدينا مسرح في القريب. إنها بدائية قليلاً. مسامير وبعض الصمت وتصبح جيدة. بلبلة تريد المسرح متميزاً. كرز علينا أن نجد أفضل خشب ونصنعه بأفضل طريقة. أي ببطء شديد. والآن كل ما علينا فعله تجهيز الكشك. كشك؟ أي كشك؟ الفشار والحلوى. لا استعراض بدون الفشار والحلوى. طبعاً صحيح يا لين، لنذهب ونحضرها. أنتما مستعدان؟ 3، 2، 1، انطلاق! بعد إذنكما، أنا في الوسط بينكما ومصرة على ذلك. حسناً، ما رأيك أنت؟ لن أقول شيئاً، في المرة الماضية غضبتي. عرفت رأيك. يا رمبا، هل تساعدني في تدريب الريشات؟ أنت تريدين مساعدتي؟ حسناً، ستجري الأمور على طريقتي. نحب الحلوى. نرد نرد.
آسف يا حبات البلوط، إنه استعراض طيران للعصافير وأنتن لستن عصافير. أنتن حسناً يا ريشات، القاعدة الأولى. هل يمكن أن القاعدة الأولى حسن الاستماع، الوقت قصير قبل الاستعراض. والقاعدة الثانية، عليكم أن تقوموا بالحركة نفسها ولكن في الوقت نفسه. الوقت نفسه؟ لكن أنا بلبلة النجمة. هكذا، هيا بنا يا ريشات. أحتاج فقط إلى كمية كبيرة من الصمغ وينتهي العمل. وأخيراً دم 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 دم. لا يا كرز، لم ينتهي بعد. وهي أهلاً بلبلة، طاولتك صارت جاهزة. أظن أنك تعني مسرحي، الأنظار ستكون علي. بلبلة أعني علينا نحن الريشات. بسرعة، وقت الاستعراض. كم أنا متشوقة. حظا سعيدا. هيا يا ريشات، هيا يا ريشات. لن تحاولي إبطائي هذه المرة. ماذا؟ أنا لم أفعل هذا من قبل. لن تستطيعي اللحاق بي. على الأقل أنا لا أهز ريشتيني لألفت انتباه الجميع. هذا يكفي، سأنسحب. سأنسحب أولا. بست، دورك. لا يا رب، أنا أنسحب. الاستعراض قد ألغي، الريشات قد انتهت. ماذا؟ لماذا؟ ماذا حدث؟ لن ينجح الأمر يا روزي، كل منهم يريد أن يكون نجما. لكن أنا النجمة. سنكون كلنا نجوما، ولكن لبعض الوقت. لكل منكم دوره، هل يمكنكم ذلك؟ نحن نرحب بالجميع في استعراضنا البديع، إلى فوق إلى تحت في كل الأنحاء. نحن الأشهر في الفضاء، نحن الريشات الطائرة، نطير ونحوم إلى الغيوم أسرع من أسرع طائرة. نحن الريشات الطائرة. كان يلزم صمغ أكثر. ثلاثة. لقد عملنا معا. هيا إذن. والآن حان وقت الذهاب، انتهى العرض يا أصحاب، قضيتم أوقاتا رائعة معنا نحن الريشات الطائرة رائعة. رفرف رفرف. وماذا بعد ذلك؟ نطير ونحوم إلى الغيوم أسرع من أسرع طائرة. أنا نجم، أليس كذلك؟ أتريد الحقيقة يا رومبا؟ أتريدين شطيرة موز وعسل يا روزي؟ أنت نجم يا رومبا،
وأنت أيضا يا روزي أحيانا. لكل واحد دوره. تلألئي أيتها النجوم. أوه. هل ستأتي للنوم يا رومبا؟ قضيت وقتا طويلا تنظر من التلسكوب. أنا أتأمل كل النجوم. انظري، يمكنك رؤيتها. رائع. انظري إلى هذا. ماذا هناك يا رومبا؟ نجم ساقط. رائع، كان هذا مذهلا. تظنين الآخرين رأوها؟ سنكتشف هذا في الصباح. كانت عشرة على الأقل. وشديدة اللمعان. وساحرة للغاية. مرحبا روزي، مرحبا رومبا. هل رأيتما النجوم الساقطة؟ نعم، كانت جميلة، أليس كذلك؟ كنت نائمة لذا لم أرها. يمكنك أن تراها في كتاب هذا. شكرا يا رومبا، ربما تعود مجددا الليلة. ترى أين تذهب النجوم الساقطة؟ أين؟ حسنا، إنها إنها هل تعرف يا فكري؟ حسناً، النجوم الساقطة تبتعد لتتلاشى في الفضاء أحياناً، وأحياناً تسقط على الأرض. هل تعني أن النجوم ربما تكون سقطت هنا؟ أعتقد هذا. يا كرز، أيمكنني أن ألعب بكرتك؟ بكرتي بالتأكيد. احترس يا ونيس. أنا بخير، أنا بخير. ربما تحتاج إلى بعض الدروس في فنون ومهارات كرة القدم. إذن أين لين؟ كانت هنا منذ دقيقة. أتمنى ألا تكون حزينة لعدم رؤيتها للنجوم الساقطة. كانت الوحيدة بيننا التي لم ترها. هيا نسهر جميعا ونبحث عن النجوم الساقطة الليلة. نعم، فكرة رائعة. مكتوب في الكتاب أن ما نراه في السماء ليست نجوما حقيقية موجودة. إنها مجرد أشعة شمس. أوراق شجر. أيتها النجوم الصغيرة، سأعتني بكم. مصباح جاهز. فرشاة أسنان جاهزة. لين لا. روزي، رومبا، انظرا ماذا وجدت. ما هذا يا لين؟ نجوم، لقد وجدتها في الحديقة. إنها النجوم الساقطة التي شاهدتموها تسقط من السماء أمس. أواثقة أنها نجوم متساقطة؟ نعم، فكري قال إنها تتساقط أحياناً على الأرض، لكنني قلقة لأن ضوءها يخفت. أين يجب أن أحتفظ بها في رأيكم؟ النجوم توجد في السماء. إذن فلنعيدها إلى السماء. نعيدها إلى السماء؟ وكيف يمكن أن نفعل هذا؟ هل يريد أحدكم اللعب؟ تادا! إليكم جهاز إطلاق النجوم. هيا بنا إلى ساحة اللعب حتى نجربه. استعدتوا؟ والآن 5، 4، 3، 2، 1. انطلقوا! انطلقوا! إنها ترتفع في السماء! انطلقوا! لم ترتفع بما يكفي. نجومي! ما هذا الصوت؟ نتعرض للهجوم! هذا يدغدغني. نجومي، هل ما زالت بخير؟
تبدو في حال جيدة. نجوم؟ لكن الليل لم يحل بعد. إنها النجوم الساقطة التي رأيناها ليلة أمس. لين وجدتها وكنا نحاول أن نعيدها إلى السماء ثانية. أظن أنها تتلألأ مثل النجوم. لماذا تقول مثل النجوم يا فكري؟ أليست نجوم؟ إنها ليست نجوماً، لكنها شيء مميز مثلها. هذه تسمى شرانق. ماذا؟ هذه شرانق؟ أتعني أنها البيوت التي تصنعها اليرقات؟ قبل أن تتحول إلى فراشات؟ وليس فقط إلى فراشات، فاليرقات يمكن أن تتحول إلى كل أنواع الحشرات الطائرة. رائع، ومتى تفقس؟ لا أعرف، ولكن إلى أن تفقس ربما علينا أن نعيدها إلى أغصاني. تراجعوا، أنا الشخص المناسب لهذه المهمة. إذن هي ليست نجوماً حقيقية بالفعل؟ أينبغي أن نخبر لين بمفاجأة النجوم؟ يا لين. روزي؟ ما الأمر يا رومبا؟ لو ستصيرين نجمة، أي نوع من النجوم ستختارين؟ أختار أن أبقى نجمة في السماء تتلألأ. ألا تظني أنك ستملين؟ أعتقد أنني سأكون نجماً متساقط، أو ربما سأكون نجماً متقافز. نجم متقافز؟ ألا يوجد هذا؟ سأكون نجماً متقافزاً جيد. انظري، بوينغ بوينغ بوينغ. ربما يمكنك أن تكون نجماً نائماً يا رومبا. أعتقد أنك محقة. بوينغ.